تقدر. شاشة الملعب اليوم أظهرت عدد الحضور الجماهيري 14229، وهنالك اعتراض من جماهير نادي النصر حول ما جاء في هذه الشاشة بأن الحضور الجماهيري أكبر من ذلك. بصراحة يعني الملعب ممتلئ، كم يشيل الملعب؟ احنا بس ودنا نسأل محمد العتيبي كم يشيل؟ 25 أو 24 طبعا بعد إضافة المقاعد. أنا أتوقع 40 إلى 45 ألف أتوقع. 35 كان في السابق. خليها 35، هو الممتلئ يعني إذا 35 هو يعني ما في مكان في شهادة. المقاعد تغيرت الطاقة الاستيعابية إلى درجة إن يعني على حسب ما يقولون الإخوان يعني منعوا جمهور، يمكن اللي خارج كانوا أكثر ولا يمكن تصير يمكن كارثة بالنسبة. احنا نتفرج على المباراة في ساعة الملعب ظهر انه عدد حضور المباراة 14200. طبعا ساعة السابق الامير فيصل بن فهد ما يقارب 23000. لما نقول 14200 من 23000 يعني تقريبا في 9000 مقعد فاضي. 9000 مقعد فاضي من 24 يعني تقريبا 40% من الطاقة الاستيعابية للملعب. الصور اللي احنا عرضها الان للملعب لا يمكن يكون يعني مو معقول هذه الصور تقول انه في 40% من الملعب فاضي. 40% من الملعب يعني نصف الملعب المفروض يكون فاضي. صح ولا يا ابو فارس؟ نقول 40% معناته نصف الملعب فاضي. فالصور اللي يظهر الان بشكل كبير الارقام هذه اللي تطلع على الشاشه من اللي قاعد يحددها وهل هي فعلا تعبر عن واقع المباراه؟ انا اذكر في مباراة الموسم الماضي يبدو الهلال والاهلي كان في نهائي كاس ولي العهد اللي كسبوا الهلال. احتجت بعض الجماهير الهلاليه ايضا على الرقم اللي ظهر على ساحه الملعب وانه لا يعبر ابدا عن واقع الملعب، انه كان يتكلم حدود تقريبا 18 الى 20 الف مقعد فاضي، والملعب لما طالع فيه يعني تشك انه في 5000 مقعد فاضي. يناير 1975 بمدينة تتبانيا المجرية، وأيضا الرجل الذي يجيد اللغتين الإنجليزية والألمانية بالإضافة للغة الأصل النرويجية، الرجل الذي حضر في دورة الخليل حربة الوحيد في هجوم الفريق الاتحادي مع سيد كيك الذي يحضر لقيادة الاتحاد لأول مرة بدأ كل شيء فيه بكرة القدم ما عدا الأهداف لم تحضر. الهجمات كانت حاضرة على مدار لحظات ودقائق شوط المباراة الأول إلا أن الأهداف لم تسجل، الشباك لم تهز، هزت